صباح الخير عليكم. اليوم عن عجلة مثل الملحة والسكر، خميرة رومية. عندي الخميرة البلدية، على ماشي نخلي شويه باش كنربر مره اخرى. دابا كنخلط هادو مزيان، عندي مغربل فورس الطحين ديال الزرع. كنجي اول حاجه كنحني يما هي كتقبض لنا العجين، كتقول لي انت كنهنيني بعدك تخلينا نضرب مع العجين ومع الخباز. واخا ما كنعرفش، المهم شويه الحمد لله كنسلكو راسنا. بالنسبه للخميره البلديه احنا ضروري عندنا في الباديه كنعملوها في العجينه، اولا لانها صحيه. قديم كانوا الناس كيعملوها بالخميره البلديه، ما كانش كيستعملوا الروميه، كيقولوا الروميه ماشي صحيه، ولكن اليوم ولا كنخلطوا كيعملوا البلديه كنعملوا الخميره الروميه. في الصيف الاكثريه كنستعملوا الخميره ديال الحبوب، يعني الخميره الفوريه ما كنستعملوش هذيك اللي كتجي معجونه. المهم هذه هي الطريقه ديال العجين ديالنا، عادي هي كيما بحال المدينة بحال البادية، مفيش الفرق في العجينة. كاين فرق واحد، حنا كيعجنو الخبز بزاف، شي حاجة 12 13 14 حتى الفران تسرب، مكيبقاوش دائما كيخدمو بيه. مثلا كيعجنو نهار وكيبقاو يومين ثلاث ايام على حسب قدر قدر وشحال كتبقى، يعني على حسب العائلة واش كياكلو بزاف ولا شوية. المهم هادي هي الخبز ديالنا حنايا هاد البلاد، نعرفوكم عليها خبز تقليدية قديمة. ما كانوا في عجنة الأجل ديالنا تحنا كانوا عجنوا نفس الطريقة، اللي كنخلطو كمية الطحين كيف القصعة، على حساب القصعة ما كتبغيش ما كتعجبش ديك الطحين كامل نفس الوقت اللي عندك تخلط، كتبقى تخلط شوية شوية حتى كتكمل ديك الطحين اللي عندك كامل، يعني عادي. ومن بعد كتجمع ديك العجينة بطريقة عادية وكتبقى دلكة اللي تعجن وتخدم العجينه مزيان، كترجع رطبه في اليد، كترجع ساهله اول حاجه نجمع وما كتبقاش كتلصق. هذيك هي الطريقه اللي كنعرفوا بها العجينه واش مزيانه او لا. من بعد كتبقى تقطع الخبز، كتقطع كتدويها في السميده. انا استعمل السميده ديال الزرع على حسب السميده ديال الزرع كتكون صحيه على السميده الاخرى العاديه، وكتبقى بيها الخبز رطبه. ونستعمل السميده ديال الزرع وكنكور الخبز، ومن بعد كنقرصوها ونحطوها في اللوحه ديال الخبز ونغطيوها ونخليوها.
عندي كي انا الصراحه يعني من هيدا هاي طيحوا الكسكين ديالي، بقيت مشتا غير مكوري راه عند الماء صراحة الله مغلت من عندي في الزاز مجهد مارس الشريف. المهم كاين شي يلا كاين شي يلا هما صحابي البوادي الله يسلمها صراحة كتبني كتنطر كثيرة فيها كتب الناس سبعة سنين سبعة سنين سبعة سنين سبعة سنين سبعة سنين كارثة صح غير مخربين عمال وجينا مع أخرى أحسن لهم العضلات مع القصة اللي كنا بنجي كنا صحيح كل العضلات Thank you.
شوفي ديالها انا عملها لوحدي ولكن في الخطوه ديالي باش نعملها طيبه خاص شنو كنبغي ما سرقتش الشمس بزاف السفره راه كتكون في الشمس ما باغيش نكحلو حراره هاد ما نكحلو دا غيولي على المجلس شفنا الناس كحلي حشومه ما كنتمنى هذا دوك الخبز ديالو هاد الانسان ولا ما كيعرفش يعرف انا نعمل شي حاجه ما تعلموش احسن هاد تشريوها من حنا صغيرة غادي نجاوزها هكا قولوا ما نقياش الهواء الغدا هذا كتجي عرفتي الحاجة غدا تاعنا راه كتجي حلوة على الفترة تاعنا وهادي انا مشاري من الناس يكونوا طاحوا ديك الكتف تشرفوا على صغراكم انا ولا عفوا تشريو الخبز حسان المهم هادي الخبز ديالنا ومن بعد جينا في واحد الوقت شوية الناس هادي لو المخبازات ولا كتلقى الخبز هي كانت كارثة قد تكون مريضة نضد الجن ثم يا بيت احنا سألنا في الطالة باش نشوف الطريقة كيفاش نخدم الجن ديالنا باش نعمل كورة هاد التقريص مكنتش معاكم حتى لاخر قد كنت معاكم في حتى وحدة حتى الفيديو عايزة طويلة بزاف هادي وقت بزاف بسم الله الرحمن يا غرب كي خرج السميدة حاجة من التقاليد ديالنا ومن العادات ديالنا أنا ديك الفترة
هذا التراب ما يمكنش يطيح، يعني كيتفر مرتبط بالخليط هذا الجانب، تبقى مثلا تعمل واحد اخر او لا ما تطيحوش، كتخليه سنتين كيطيح واحد الجزء او لا شي حاجه مهم كيبقى ما يمكنش يطيح مرتبط بالخليط هذا الجانب. الا طيحتي يعني هو ما مزعقد كثير، كنقول زعما الا طيحتي خلي لي غيوقع عليك شي حاجه ماشي مزيان تطيحو، كيخسر واحد بزاف الناس هنايا. وشحال هادي كانوا الناس كيتجمعوا مع بعضياتهم، كانوا كيعجنوا مثلا الحومه كامله، كتلقى ديك الحومه كامله مع بعضياتهم كانوا كيعجنوا في نهار واحد، كيتفاهموا كتقول مثلا انا نعجن الاول وانت مراي وهادي مراي، باش ملي كيبداو يطيبوا الفصفار هذا كيطيب مر هذا، بناو مع بعضياتهم كذا فكوا كيتجمعوا، كتلقى خوذه وحده كيتفرقها مع بعضياتهم كتفرقها مع بعضياتهم، احلى الخوذه من الخبز. شكون نجربوها الصراحه خوذه من الخبز كنشوف بزاف، كانوا كيعطيونا بزاف، حنا كنعملو الكريطة الصغار يعني هداك، كيعملو لنا العويدات، كنعملو فيها ديك الخبزة العويد، وكنعملو فيها الزيت ديال الزيتون، كنعملو الزيتون وعصير ديال الزيتون، كنا كنعملو بزاف، وتا دابا يعني حاليا عرفتي زيت الخبز سخونة مع القهوة أو لا أتاي، زيت الزيتون كتجوع أنا مختارش منها، فرحة كنجوع فعلا، كانت أيام ذكريات صراحة مزيونة في الطفولة. هادي ما نوقعش يعني مقضي خلطة ما دينا مقضي كده ما كانت، ولكن ديك الشيء اللي ما نوقعش كما كانش فعلا هادي الناس اللي لو حدود يعني شوية العجينة اللي بقات على وجه الواحد الكريصة، نعطيها تحنا نويد على طريقة الكريصة ديال الكريصة ديال تحت الجين حتى كيكون الكريصة، ولا مالكم غرض ولا علينا الدجاج، حسب باش تبقى بيضة قرات 14 خبز، راه خاصكم ساعة نسيت، المهم هادي هي طريقة الكريصة، ما تكونش تسوى نحطوها في اللوحة ديال الخبز. نغطيوها ونخليوها طبيعة الخبز السخنة باش ناكلوها فطرة بيها فطرة بيها فطرة بالخبز الخبز ديالي أي فطرة مع اللبن كيف جيت الخبز ضرورية، هو الخبز عندنا ضروري لا تسكر ما كانش تسكر، كنتمنى يعجبكم المهم أظن يجي طبيعة الحياة تابعو القناة ديالي عرفو نعرفكم على جميع القناة ديالنا باش كتسخر من تلقى ديالنا بطبيعة الحال. نفكر بأن العادة التقليد ديالنا يعجبكم، لأن الدوار ديالي عاود نعملكم بطبيعة الحال واحد الفيديو تعريف المنطقة ديالي الدوار ديالي بطبيعة الحال واش كيتسمعو الطبيعة، نعرف لما كيعجبهم الطبيعة شي باش نعملكم فيديو تعريف المنطقة ديالي، ونحاول نعرفكم أهم الحوايج لي كتسمعو، ومتنساونيش طبيعة الحال نجي نوت. بعد ما خمرت الخبز منا العافية في الخباز، وهذا الخباز العافية كتبقى هكا العافية في الخباز حتى كدوز، ولكن قبل نعرفكم بعدا كدا الحومة ديالنا، هادي الحومة ديالنا الحومة ديالنا، يعني ماشي الحومة ديالي وحدي لأنو تعود على الجماعة، لو شفتو الحومة ديالي يعني فيها كاين شي اللي حسبت أنا 15 دار، عندك 15 دار، 6 ديال الدور ديال خاويين و 7 اللي عامرين،
بسبب الهجرة أو للناس اللي ماتوا والكبار صافي يعني هي راه الحب كامله ديالها ومن طبيعه. ما كاين اللي يسكن فيه. طبيعة مني كتقدر خويا راها كطيح كتولي عبارة عن نسمي سد الدفار. خربة وصافي. حنا كلشي عندنا هنا فيرمات كلشي جرادي بحال اللي عايشين في شي فيلا ولا شي فيرما. كودر عندها الجردة ديالها وحديثة. مهلو هادي دار خاوية ما فيها حتى واحد. الزيسون هي هادي الحومة ديالي سميتها مراتبة كيقولولها مراتبة. يجيكم الاسم غريب ولكن حنا الدوار ديالنا فينا كل حيوان اسم كل اسم غريب من اسم اخر. اي ضو ضروري تلقى الزيتون وتلقى الدلو تعاونية من بعد نعرفكم عليها. هذه هي التعاونية اللي عندنا تعاونية الوفاق ديال المنحة من بعد ان شاء الله نعمل لكم عليها واحد الروبورتاج مع الناس. صافي دابا نرجعو الفران ديالي راه على في قربة سدوز باش نطيبو الخبز. سوليني كيفان دابا داك الشانطي هي الطريق الرئيسية تجيب الزراد دول كدير مصابحة زرايب الدواور اللي بعادي. هادي الكيسة اللي كتدخل الدار ديالنا. دابا نمشيو نكملو على الخبز ديالنا بطبيعة الحال. انا كندوز العافية. اول حاجة كنعملو هي كنشطبو الخبزات كنشطبو كنقطعو الدفلة وكنشدوها بواحد بشي خيط ولا شي حاجة وكنشطبو فيه كنبقاو نشطبو نشطبو حتى كتزولو منو داك الجمار مارة. اول حاجة باش الخبز كتجي مكتحرقناش من القاع والفران ما كيبقاش فيه على حسب كنقولو شاعلين غير الواد ولا واد كيعملو في الرماد خصك ضروري تشطب الفران باش ما يبقاش فيه مبقاش فيه الجمار في القاع ديالو. كنرجعوها من الجنب كنرجعو ديك الجمار من الجنب من بعد كنخدمو كنحطو الخبز عادي وكنبقاو كنخدمو كنسالو الخبز ديالنا بطبيعة الحال. غنحاول نختصر الفيديو ما امكن. المهم هنا تقطعت لي الشطابة انا سامعة مسخانة بزاف تقطعت لي الشطابة وانا شحال هادي ما طيبت الخبز. المهم كنحاول نجتهد معاكم وصافي مع الحرارة حرارة وانا شحال هادي ما كنت نسول داكشي علاش ويمكن نرجع معكم لستين شوية. درت راني راسي بهاد الشطابة من الجنب بقى لي شي حاجة ديال الجمر خصني نحط الخبز ما بقاش الجمر في القاع ديال الخبز داكشي علاش بعد كنستعملو المطرحة تسمسو المطرح. المهم حنا كاينه ثلاثه الوسائل ديداكتيكية اللي كنخدمو بيها. كاينه حركة واللي كنحركو به العافية وجبات هو اللي كنخدمو في الخبز كنجبدو به الخبز نحركو به الخبز الخبز والمطرح هو اللي كنعملو به الخبز نعملو به الخبز نعملو به الخبز والعود والحلويات كنصبو به الخبز. هادي هي الطريقة اللي كنخدمو بها و تكنساليو كلشي. لكن الحرارة بصراحة تمام دائما صراحة تمارا الله يحسن العام اللي كيخدم فيها المرأة اللي كتخدم في دائما هاي راها مناضلة الله يحسن العون خصوصا ملي كيكون الفران في الشمس. بقا كنخدم نفس الطريقة thank you.
كنبقاو نحركوها كنحركو باش كنقربو وحده من اللي عاد نحطوها كنقربوها من الجمر والاخرى كنبعدوها. فباش اول حاجه ما تحرقناش الخبز من الجمر، لان الجمر احنا كنقولو الجمر ماشي الفاخر اللي كيكون، الفاخر عندنا هو بحديثو والجمر بحديثو. ممكن تسدس في الخبز عادي حتى كتسالي، كنمشيو نفس الطريقه حتى كتسالي في مره. هي المهم هي كاينه شويه ديال كتجي الصراحه، واحد خصو يكون صبار مع الحراره والشمس و كتكون الخبز بزاف صراحه كتجي تمره، ولكن عاديه سمك. والخبز ديال الفران ديال الصراف كتجي بنينه، صراف صحي ماشي بحال الفران ديال الطاو اولا الفران ديال البوطه. طبعا هذا كنجي الخبز ديالو احسن. هما دوا الخباز ديالنا، انا عملت لكم خباز. اول حاجه هي الخبز ديال الخباز، انا الخباز هو التراث ديالنا كما قلت لكم، وانا نحاول نعرفكم على كل ما كتميز به المنطقه ديالي من عادات التقاليد ومن التراث. المنطقه ديالنا الحمد لله كتسخر مجموعه من التقاليد والاعراف. كنتمنى بان العدد ديالنا والتقاليد ديالنا تعجبكم واستفدوا منا، استفدوا منا واستفدوا منكم. هذا هو الهدف، هذا هو اكبر كنز. طريقة ناخد المهم في كده من الخبزة وكتحرك الماخرين صافي حمها ملي كتوجد لك الخبز كتبقى تجبد، ولكن كتجيك ساهلة في الاخر ملي كتبقى الخبز كتجيك ساهلة باغية كطيب. ثم الفرن الاخر تقدر من خبزة من خبزة خبزة من خبزة، هذا كتجي دغيا خفيف تماما خفيف داك دغيا. انا كتعجبني نطيب في الخبز، ملي كنجي دائما كنستعمل هو كنستعملش انا الفران ديال البوطة، كيجيني هذا احسن. هذه هي الباب ديال الفران، كنشدوها باش الخبز كتحمر، باش كتحمر بقى. المهم هذا كنبقاو نخدم حتى كتسال، حتى كتسال الخبز كامل. جيبوا له لا خلي كيسب جيبوا فزر من اجل انا قلت المهم هذه هي الخبز اللي بدات كطيب كما كتشوفوا بدات كطيب. المهم هذه ما عجبتني اسالي ما عندها حضرتي اليومي ديالها خاصية من بعد نعرفكم عليه. انا وحضرتي مهم عندها روتين اليومي بحديثو وبغي روتين اليومي ديالو بحديثو، وانا نعرفكم على روتين اليومي ديالهم. ايوا هذه هي القريصه نطيها لبنيتاتي نهيرة ومالك بطبيعة الحال، وين ومالك راهم كيسينو الخبز. وضروري دائما في البلديه كتدخل المنديل ديال الجبال، ضروري هذاك كاين شي شمره جبليه ما تلقاهاش غير المنديل، ضروري المنديل ديال الجبال هو كيعطي للبلديه واحد طعم خاص. اول حاجه متميزه به البوادي والشمال كامله متميزه به بخصوص منطقه وزان من الصورات ديالنا، ودائما اي مره كتلقاها بالمنديل. هذا الشيء ده
أنا من ما كنحركوا الخبز كنشدوا الباب باش كتحمر لنا الخبز من وجهه. هذه العمليه ضروريه في الفران ديال الصرا. نحرك الخبز كتجن الباب باش ما تحرقش باش ما طيبش يعني من جهه وجهه يبقى ما طيبش او جهه تحرق والاخر باش كتجي نفس التحمير. باش كتحمر الضريه كنزيدوا له شي عويدات. كنزيدو شي حاجه ديال العواد وما هادوك اللي سميوها حنايا عندنا الشعاله باش كتحمر الضغية مع وجهها الخبز. ودابا هو الخبز هاكا الطبيعي هادي. تسنى تعجبكم الخبز ديالي. المهم هادي اول خبزه طابت. غنبقاو ماشيين بنفس الطريقه حتى كتوجد لنا الخبز كامله. وتحيه نضاليه النساء البوادي الصراحه. نساء ديال البوادي الصراحه مناضلات درجه الاولى.
راه السيره طويل. هما هذه الخزيه اللي كي جاتكم غزاله بعدا ياك كعرف المعجن. المهم هذه هي الخبز اللي طيبت، هي هذه، هذه الخبز ديالي. عاد ما خدمتش الحبس اليوم، عاد خدمت فيه وقع عقله شويه. المهم كنعملو الحبس فيها في الخباز، ملي كدوز عافيه كنعملو الخبز وكنطيبوه. كاينه الحراره وليت حمراء الحمد لله. ماريت معاكم، نتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، ما تنساوش تعملوا لنا ابوني.